منذ أن نشأت الحركات المسلحة السالبة، نشطت في جرائم القتل والنهب المسلح والخطف والتجنيد القسري للأطفال واستهداف البنية التحتية وقدرات الدولة بالتخريب، وتسببت هذه الجرائم في ترويع المواطنين ونزوح آلاف السكان. برعت الحركات السالبة في حرب الوكالة والعمل كمرتزقة في عدد من دول الجوار السوداني، وشاركت في الحروب الداخلية لدولة ليبيا وجنوب السودان ممثلة في حركة العدل والمساواة، تحرير السودان مناوي، تحرير السودان عبد الواحد. نحن غبنا عنكم فترة طويلة. الفترة الطويلة دي جزء مننا ما بمرادنا، والمطاليق من الله سبحانه وتعالى. نحن في ديار ناس ونبدأ نتحرك بإذنهم ونرجع بإذنهم. العلاقة غزافي مع الحركات دارفور بشكل عام منذ 2002 2003 بداية الانطلاقة بتاع حركات دارفور، في الزمن دي كان حركتين فقط، هو يعني تحرير وعدالة. هو كغزافي من خلال أنا يعني معاشرتي معهم يعني عرفت حاجات كثيرة. هو كان سعي أنه يوحد الحركات دي في حركة واحدة ويدعمهم دعم حقيقي يجي يستلم الدولة. هذا الأمر عند بداية الثورة الليبية، أي عندما حدثت ثورة بالنسبة للغزافي لحكم الغزافي، دعا الغزافي خليل إبراهيم واجتمعوا وحددوا كيفية مشاركة حركة العدل والمساواة في مساندة وتثبيت حكم الغزافي ضد الشعب الليبي. شاركت الحركات السالبة في القتال مع الرئيس الليبي معمر الغذافي، حيث قامت حركة العدل والمساواة بقتل آلاف المواطنين الليبيين. حين كنا ننسق مع ولد لغذافي خميس، كان مباشر معنا سوا عمليات غرفة العمليات، نقعد سوا، واللواء اسمه اللواء اسمه هنتوش، اللواء هنتوش ده هسه حاليا موجود هاي، كان معنا من كل غرفة العمليات ده، وتاني مدير الاستخبارات هسه هو مسجون، ده كلهم كانوا معنا في غرفة العمليات. غرفة زي ده بيجيبوا لنا الخرائط ننسق كلنا سوا ونشاكل سوا. وفي العام 2015 شاركت مرة أخرى في الهجوم على مدينة الكفرة، ويأتي العام 2016 ليشهد مشاركة الحركات السالبة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الهجوم واحتلال منطقة الهلال الليبي، البريقة، السدرة، رأس لانوف. وما زالت هذه الحركات السالبة تقوم بالقتل والنهب والسلب بدولة ليبيا إلى يومنا هذا. 2014 تاني في يعني قيادات التقت مع لواء حفتر برا، الكلام ده ما في ليبيا جوا، في أوروبا، عملوا تنسيق من جديد. دي نتيجة للتنسيق الحاصل ما بين الحفتر والحركات، وحركات إجماع، ما حركة حركة عدل والمساواة فقط. للآن هم عندهم تنسيق وشغالين، وللآن هم هسي بيعملوا من أجل أنه بيعملوا ترتيبات يعني يعيد الكرة ويعيد الحركة أمجاده. ولم تقتصر مشاركة الحركات السالبة في دولة ليبيا، بل تعداه إلى دولة جنوب السودان بالمشاركة في الحرب الأهلية لصالح نظام دولة الجنوب، وهناك ارتكبت جرائم خطيرة في حق شعب دولة الجنوب. أول استعانة كانت لدولة الجنوب كانت استعانة مباشرة بقوات الجبهة السورية بمختلف قواتهم، كل الحركات الشمالية كان الاستعانة بهم، لكن القوات اللي دخلت فعليا في أسرع وقت كانت قوات جاهزة اللي هي قوات العدل والمساواة والتحرير المني مناوي وخليل جدا من التحرير عبد الواحد. وفي مسلسل العمالة والتهديد الإقليمي شاركت الحركات السالبة فيما يسمى بقوات الجبهة الثورية بالاعتداء على دولة السودان ومواطنيها انطلاقا من دولة جنوب السودان، فكان الهجوم على حقول البترول بهجليج. جينا المعركة الثانية في الهجليج هدرناه، لغاية معركة حرسانة هدرناه، وبعد ذاك ياهو القرارات السياسية طبعا بحكم على القرار العسكري
حصلت القرار السياسي انسحاب الجنوبيين وانسحبنا معهم منه أن إحنا باقيين في جنوب السودان. وفي نهاية العام 2013 اندلعت الحرب في دولة جنوب السودان، وكعادتها دخلت الحركات السالبة في حروب الوكالة وقامت بالعديد من الجرائم الموثقة عبر منظمات الأمم المتحدة. الممارسات اللي تمت في بانتيو بالمناسبة يندي لها جبين، لأنه حدث دخول لبانتيو مرتين، ما مرة واحدة. المرة الأولى حدث دخول والناس اتوقلوا لحد ما حرروا المنطقة وسلموها لجيش دولة الجنوب، وجيش العدو مساواة سحب. في المرة دي فقط كان الأحداث إنه عملية بتاعت عملية نهب بصورة منظمة جدا لولاية الوحدة. النهب ده تم لآليات عربات ممتلكات بتاع مواطنين، حتى الأفج بتاع البيوت ما سلم من النهب ده، والبنوك الرئيسية هي الطامة الكبرى أخذت مبالغ طائلة جدا جدا من بنوك في داخل بانتيو في الدخول الأول. هذه الأحداث لما شافوها الجنوبيين ردة الفعل بتاعها، تحديدا النوير، ردة الفعل بتاعتها كانت قاسية جدا. بعد أقل من 15 يوم انسحبت قوات العدو المساواة من جوا بانتيو ورجعت إلى الحدود، خلت الجيش الشعبي بتاع الجنوب براه، عادت المعارضة الكرة واستلمت بانتيو وطردت الجيش بتاع الحكومة للمرة الثانية واستلمت المنطقة. لما جاءت واستلمت المنطقة كان الانتقام من السودانيين الموجودين في داخل ولاية الوحدة. وكشف تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني الصادر في 8 مايو 2014 تأكيد مشاركة الحركات السالبة في الصراع الجنوبي وممارستها السالبة مشاركتنا كان في ليبيا في جنوب السودان كان أسوأ مشاركة بأمانة. يعني ديل أصلا هم معارضة داخلية، أنا هنا ذاتهم معارضة قاعدين نكاتل الحكومة السودان، ليه جنوبيين ما جوا شاركوا معنا؟ شنو المصلحة يعني هنا نمشي نكاتل الناس؟ ما دي كلها فيها يعني فيها مصالح، ومصالح دي تمشي لجيوب ناس معينين. وفي العام 2016 شاركت قوات الحركات السالبة براجة وتمساحة مع الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان في استعادة السيطرة على مدينة راجة من المعارضة الجنوبية بقيادة رياك مشار. الجيش الشعبي قطاع الشمال يمثل أكبر الحركات السالبة ارتباطا بالأجنبي، حيث ظل يتلقى التعليمات والأوامر بصورة مباشرة من الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان ومدرجا في كشوفاته، ويتلقى منه الدعم والرعاية وكل أشكال التدريب. ودفعت دولة الجنوب بالمناسبة مبالغ طائلة جدا خلاف المبالغ اللي تعاقدت من البنوك. المبالغ اللي تعاقدت من البنوك براها بنك بانتيو ده براه وكان ماخذين منه 14 مليار جنوب سوداني. تمثل مشاركة الحركات السالبة في الصراع بجنوب السودان وليبيا مهددا أمنيا كبيرا على الأوضاع في السودان وعلى دول الإقليم من خلال زيادة الآثار السالبة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بجانب تهريب السلاح والمخدرات وزيادة نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة. حتى أنه أنا بتذكر في آخر الفترات، آخر العام 2014 جاء وفد من الخبراء العسكريين قال نحن كأجانب راصدين مبالغ كبيرة جدا من الدولارات باسم حركة العدو والمساواة تعمل في التجارة في شرق أفريقيا، أموال كبيرة جدا تسير بواخر. الآن كل المواني البحرية والنهرية الموجودة في شرق أفريقيا دي بالمناسبة أي سفينة كل 3-4-5 سفينة بترسي فيها مال من أموال حركة العدو والمساواة. هذه الأموال هي التي نهبت من ليبيا. إن استمرار عمل الحركات السالبة في أعمال المرتزقة والحرب بالوكالة وارتكاب الجرائم المنظمة في كل دول الإقليم سيلقي بظلاله على الأمن والاستقرار في المنطقة أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ويفاقم من الأوضاع في المحيط الإقليمي
مما يتطلب تضافر الجهود والتعاون والتنسيق وتكامل الأدوار لمحاربتها والحد من نشاطها.